في ايه يا بابا مالك؟ ده ما نمتش انت كمان ولا ايه؟ لا اصل ما صليتش الصبح، فردت السجادة وما صليتش. هو علاء جاي مات، راح بس مشوار لحد الوزارة وجاي على طول. طب اطلبي عماتك عشان ييجوا. هيجوا من دلوقتي يا ماما؟ هييجوا، ما هيصدقوا، اصلهم عارفين ان ابوك هيقبضهم الليلة.